السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزاتي طالبات الصف الأول الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية مدرسة المجتمع الخاصة للبنات. هيا يا حبيباتي فلننظر ماذا في الصندوق من صور لنتعرف عنوان درسنا اليوم. الصورة الأولى، هيا عبروا عنها معي، إنها طائرة. الصورة الثانية، ظرف. ترى ما الحرف الأول من كل كلمة؟ الحرف الأول حرف الطاء والثاني حرف الظاء. إذن عنوان درسنا اليوم تعزيز الحروف حرف الطاء والظاء. هيا نتعرف حرف الطاء والظاء على لوحة الحروف. ها هما، إنهما حرفان أخوان، الطاء والظاء، والفرق بينهما نقطة. هيا نتعلم طريقة كتابة حرف الطاء مع زكريا. تعلم مع زكريا. هيا نكتب. السلام عليكم يا أصدقاء، أنا زكريا وهذا صديقي زيكو، واليوم سوف نتعلم معا كيفية كتابة حرف الطاء. هل أنت مستعد؟ هيا نبدأ. كيفية كتابة حرف الطاء. نكتب حرف الطاء بهذه الطريقة، هذا الشكل وفوقه خط عمودي. هيا نحاول مرة ثانية، هذا الشكل وفوقه خط عمودي. هيا نحاول مرة أخيرة، هذا الشكل وفوقه خط عمودي. كتابة حرف الطاء بالحركات. نكتب حرف الطاء، نضع فوقه فتحة ونقرأ طاء. نكتب حرف الطاء، نضع فوقه ضمة ونقرأ طو. نكتب حرف الطاء، نضع تحته كسرة ونقرأ طي. لنحاول مرة ثانية، نكتب حرف الطاء، نضع فوقه فتحة ونقرأ طاء. نكتب حرف الطاء، نضع فوقه ضمة ونقرأ طو. نكتب حرف الطاء، نضع تحته كسرة ونقرأ طي. انتهى درس اليوم، ولقد تعلمنا معا كيفية كتابة حرف الطاء. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. تعرفنا اليوم كتابة حرف الطاء، هيا نتعرف اسمه، إنه يسمى طاء وصوته ات ات. هيا نقرأ حرف الطاء مع الحركة. ما اسم هذه الحركة إذن؟ هيا تذكروا معي، إنها الفتحة. هيا نقرأ حرف الطاء مع الفتحة، طا طا. مثال كلمة طبيب، طبيب، وطبلة، طبلة. هيا نقرأ حرف الطاء مع الضمة. ماذا نفعل عند قراءة حرف الطاء مع الضمة؟ هيا تذكروا معي،
نعم، إنني أضم فمي عند قراءة حرف الطاء مع الضمة، وها هي حركة الضم وتكتب أعلى الحرف تو تو تو، مثل كلمة طيور طيور. هيا نقرأ حرف الطاء مع الكسرة وتكتب الكسرة أسفل الحرف طي طي طي، مثال كلمة طفل طفل. هيا نقرأ حرف الطاء مع الحركات الثلاث، طاء فتحة طا، طاء ضمة طو، طاء كسرة تي. هيا رددوا معي، طا تو طي، طا تو طي، طا. مثال كلمة طائر تو تو، طيور طي طي، طين طا تو طي، طائر طيور طين. هيا نتعرف معا طريقة كتابة حرف الظاء. حرف الظاء يا حبيباتي مثله مثل حرف الطاء. تعلم مع زكريا. هيا نكتب. السلام عليكم يا أصدقاء، أنا زكريا وهذا صديقي زيكو، واليوم سوف نتعلم معا كيفية كتابة حرف الظاء. هل أنت مستعد؟ هيا نبدأ. كيفية كتابة حرف الظاء؟ نكتب حرف الظاء بهذه الطريقة، هذا الشكل، خط عمودي ثم نقطة. هيا نحاول مرة ثانية، هذا الشكل، خط عمودي ثم نقطة. هيا نحاول مرة أخيرة، هذا الشكل، خط عمودي ثم نقطة. كتابة حرف الظاء بالحركات. نكتب حرف الظاء، نضع فوقه فتحة ونقرأ ظاء. نكتب حرف الظاء، نضع فوقه ضمة ونقرأ ذو. نكتب حرف الظاء، نضع تحته كسرة ونقرأ ظي. لنحاول مرة ثانية، نكتب حرف الظاء، نضع فوقه فتحة ونقرأ ظا. نكتب حرف الظاء، نضع فوقه ضمة ونقرأ ذو. نكتب حرف الظاء، نضع تحته كسرة ونقرأ ظي. إذن حرفنا اليوم هو حرف الظاء، اسمه ظاء وصوت الحرف إز إز. هيا نقرأ حرف الظاء مع الفتحة فتكتب الفتحة فوق الحرف ظاء فتحة ظاء، مثال كلمة ظرف ظرف. هيا نقرأ حرف الظاء مع الضمة فنضم فمي عند قراءة الحرف بالضمة وتكتب الضمة فوق الحرف ذو ذو، مثال كلمة ظروف جمع كلمة ظرف ظروف. هيا نقرأ حرف الظاء مع الكسرة وتكتب الكسرة أسفل الحرف ظي ظي، ظفر ظفر.
هيا نقرأ حرف الظاء مع الحركات القصيرة الثلاث: الفتحة ظ، ظو، ظي. ظ، ظو، ظي. هيا رددوا معي: ظ فتحة ظ، ظ ضمة ظو، ظ كسرة ظي، ظ فتحة ظ، ظبي، ظ ضمة ظو، ظروف، ظ كسرة ظي، ظل، ظ ظو ظي، ظ ظو ظي. استمعوا معي إلى أنشودة لغتي. انتهت حصتنا لهذا اليوم، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، وإلى لقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.